علق ألان سيمون الطبيب السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إصابة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح النادي ومدى إمكانية مشاركته في غياب دور 1/6 لدوري الأبطال أمام ريال مدريد. وكان نيمار قد تلقى ضربة موجعة خلال مواجهة مارسيليا الأحد الماضي في الكاحل الأيمن أجبرته على الخروج على نقالة، وسيغيب على أثرها لمدة شهر على الأقل. وقال سيمون في تصريحات نشرتها صحيفة لو فيجارو الفرنسية: أنا متأكد بنسبة 100% أن لن يكون قادرا على اللعب يوم الثلاثاء المقبل أمام ريال مدريد. وأضاف: ليس هناك طريقة يمكن أن يتعافى بها خلال وقت قصير من تلك الإصابة، إذا كانت الإصابة من الدرجة المتوسطة فإن بحاجة إلى الراحة نحو 3 أسابيع. وتابع: وإذا كانت من الدرجة العالية فذلك سيكون تمزق في الرباط والذي يحتاج إلى شهر على الأقل من أجل الراحة. يذكر أن الباريسيين تنتظرهم مواجهة كبيرة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين الفريقين في باركا دي برينس ضمن مواجهات إياب دور 1/6 بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ب3 أهداف لهدف في الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.